هنتكلم النهارده عن امراض الغدد الدرقيه. تعتبر امراض الغدد الدرقيه اكثر امراض الغدد الصماء شيوعا بعد داء السكري. يمكن تقسيم امراض الغدد الدرقيه الى قصور في الغده الدرقيه، نشاط في الغده الدرقيه، او تضخم في الغده الدرقيه. اول حاجه قصور في الغده الدرقيه، اسمها تاني كسل او خمول في الغده الدرقيه، تعريفها قله افراز هرمون الثيروكسين من الغده الدرقيه. ايه هي الاعراض؟ من اعراضها كسل، خمول، احساس بالارهاق، حب للنوم، زياده في الوزن، جفاف في الجلد، تساقط في الشعر. كيفيه التشخيص عن طريق تحليل هرمونات الغده الدرقيه في الدم. ازاي نعالج كسل الغده الدرقيه؟ عن طريق حبوب هرمون الثيروكسين، عن طريق حبوب عن طريق الفم تتاخد لتعوض الكسل الغده الدرقيه. وفي الاغلب الكسل الحبوب تاخد علاج مدى الحياه، يعني علاج تعويضي للكسل. تاني مجموعه نشاط الغده الدرقيه، تعريفها عباره عن زياده افراز الغده الدرقيه من هرمون الثيروكسين. ايه هي الاعراض؟ المريض بيجي يشتكي من فقد في الوزن غير مسبب، زياده في ضربات القلب وخفقان، رجفه بالايدين، احساس بالحر زائد، تعرق زائد، في بعض الحالات جحود بالعين. كيفيه التشخيص عن طريق تحليل هرمونات الغده الدرقيه في الدم، وفي بعض الحالات بنحتاج مسح دوري على الغده الدرقيه لنعرف سبب النشاط اللي هيساعدنا في كيفيه العلاج. ازاي نعالج النشاط الغده الدرقيه؟ في كذا طريقه. في حبوب تتاخد لتقلل نشاط الغده الدرقيه. في بعض الحالات بنحتاج لها استئصال جراحي للغده الدرقيه، وبعض الحالات حاجه عن طريق الفم اسمها يود مشع تكسل الغده الدرقيه. بنختار أنهي طريقه بناء على تفضيل المريض وبناء على سبب النشاط. اخر مجموعه من امراض الغده الدرقيه تضخم في الغده الدرقيه. ايه هي الاعراض؟ الاعراض ممكن المريض يشتكي من تضخم في اسفل الرقبه، صعوبه في بعض الحالات، صعوبه في البلع، صعوبه في النفس، تغير في نبره الصوت. ازاي نشخص التضخم؟ عن طريق تصوير موجات صوتيه للغده الدرقيه بتحدد لنا حجم الغده كام، هل فيها عقد وخصائص العقد الموجوده ايه. تاني حاجه بنعمل تحليل هرمونات الغده الدرقيه عشان نعرف التضخم ده هل مصاحب معانا نشاط او كسل او افراز الغده الدرقيه طبيعي. طريقه ثانيه مهمه في التشخيص، بعض الحالات بنحتاج خزعه او عينه من الغده الدرقيه بتحليلها تحليل انسجه او رام. ازاي نعالج التضخم؟ علاج التضخم في بعض الحالات بيكون في استئصال جراحي للغده الدرقيه بناء على الفحوصات اللي عملناها وعرفنا السبب ايه، وبعض الحالات مجرد متابعه للغده الدرقيه لو مفيش دواعي للجراحه. اخر حاجه هنقولها، مين هم اكثر ناس عرضه لامراض الغده الدرقيه لازم يتوجه له الطبيب للتشخيص والعلاج؟ اول مجموعه اللي عندهم اعراض اللي قلنا عليها قبل كده، اعراض للنشاط، اعراض للكسل او تضخم في الغده الدرقيه. المجموعه الثانيه اللي عندهم تاريخ مرضي سابق للغده الدرقيه او حتى تاريخ عائلي للغده الدرقيه، لان امراض الغده الدرقيه فيها جزء وراثي كبير. المجموعه الثالثه السيدات مع تاخر الحمل، مع اضطرابات الدوره الشهريه، ما لو في تاريخ سابق للاجهاض برضه بيكونوا اكثر عرضه، فدول محتاجين التشخيص والعلاج. من ثمانيه تاني الجميع بالصحه والعافيه.